في النقاط اللي تكلمت عليها يعني بصراحة أثناء البرلمان سابقا. الآن كاين منافسات حسنوات كثيرات في برلمان هذا العام. نتمنى ما يكونش تنافس على المظهر الخارجي، يكون تنافس على العمل. كثير من الناس، ممكن أنا كنت تكلمتها سابقا، قلت إن شاء الله ما ينظروش للشخص لمظهره الخارجي، بل ما يقدمه، ما يحمل من يعني من أفكار ومن، لأنه إذا نظرنا فقط للمظهر الخارجي نظن باش نهربوا على مسارنا، واللي هو خدمة الشعب أو خدمة أبناء الجالية للأسف. وهذا الخطاب الرديء اللي رانا نسمع فيه اليوم وللأسف الشديد، ويسيء للمرأة بالدرجة الأولى. نظن ما نقبلوش، ونتمنى ما